ثم يظهر لي الناس الكل شافت الضربة التي واجهها رئيس سلطة تصريف الأعمال إلى مفهوم دولة القانون والمؤسسات من خلال توجهه في ساعة متأخرة من الليل إلى وزارة الداخلية لإصداء تعليمات شفهية تتعارض مع البلاغ المكتوب اللي مازال اليوم موجود على صفحة وزارة الداخلية، واللي هو بلاغ في الأخر تجسيم لقرار وزاري خرجته الحكومة اللي عينها الحاكم بأمره. هذا موضوع أصبح يعني ثابت، تسييس الكورونا وثابت سياسة المكيالين وثابت أنه فما ناس فرض وناس سنة، وهذا لن نسكت عنه. المسألة الثانية، المجلس الأعلى للقضاء، احنا اليوم ما نستحقوش باش نقولوا موقف إضافي باعتبار أنه موقفنا واضح من يوم إصدار الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021. قلنا أنه جمع كافة السلطات بيده، ألغى أجهزة الرقابة وألغى حق التونسيين في الطعن أمام القضاء، وبالتالي النية كانت واضحة أنه باش يطبق برامجه وأفكاره، وقلنا أنه ما فماش حتى حد عنده الحق أنه يعمل إصلاحات في هذه التدابير الاستثنائية سواء القضاء أو غيره. الحاجة الوحيدة اللي نجم نقولوها ونذكروا بها كموقف مبدئي هو أنه احنا نؤمن بأن القضاء سلطة، وبالتالي الشيء اللي يقول فيه هو أنه القضاء وظيفة وشيء هذية راهو احنا من الناحية المبدئية نرفضه، ومشروع الدستور اللي احنا محضرينه فيه باب كامل للسلطة القضائية وهي سلطة تضمن الديمقراطية. المعركة الداخلية بينه وبين أعضاء المجلس وبينه وبين المؤسسة وبينه وبين الغنوشي والأذرع من هنا وهناك، هذه معركة هاو التوينسة قاعدين يتفرجوا فيها وباش يكتشفوا كواليسها. اليوم احنا مركزين على حاجة، أنه الناس اللي هي في هذه المعركة معارك متاع كسر العظام ما بينات الرؤوس متاع السلطة، في حين أنه فما الاستشارة الإلكترونية اللي بش يكون هذاك السند اللي بش يستعمله الحاكم بأمره للتستر وراءه بش ينجم يطبق مشروعه السياسي الخطير اللي هو فيه تفكيك للدولة وإدخال تونس في دولة الخلافة ودولة الفوضى ودولة اللي هي ما تعترفش بالمؤسسات. اليوم جينا نشوفه الاستشارة هذه مبنية على تصريح شفاهي، فما حتى أمر رئاسي أقر الاستشارة كبرنامج حكومي، ما فما حتى مرسوم، ما فما حتى قرار مكتوب، وشفناه اللي هو يقول أن هذه الاستشارة تدخل ضمن برامج الدولة. ثانيا، محتوى الاستشارة السياسي واللي هو هذاك اللي حشتوا به من وراء الاستشارة مش الأمور الأخرى والمسائل الأخرى، الجانب السياسي هو موجه لتطبيق البرنامج السياسي للحاكم بأمره، واللي هو ثابت أنه قدمه في الحملة الانتخابية، والثابت أيضا أن اليوم الاستشارة تمول من المال العام وتستعمل فيها أجهزة الدولة من دور شباب قارة ومتنقلة، من سيارات، من كمبيوترات، من ناس اللي هما يقولوا أنهم يسروا في العملية هذه، من موارد مالية، من لافتات، من خطة اتصالية، من وزراء على ذمتها، من وضع موظفين داخل الزمن الإداري وخارجه بيخدموا هالاستشارة. إذن الثابت استعمال المال العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لا حق للحاكم بأمره فيه باعتباره يختلف ويخالف مقتضيات الفصل 80 اللي تعطيه الحق فقط في تدابير استثنائية تهدف وجوبا حسب النص إلى العودة إلى السير العادي، وبالتالي تمهيد المناخ لانتخابات اللي مارس فيها الشعب السيادة متاعه. احنا اليوم قدمنا شكاية جزائية ضد جملة من المسؤولين والوزراء على رأسهم رئيسة الحكومة ومجموعة من الوزراء ومجموعة من الولاد اللي ثبت تورطهم في استعمال المال العام وأجهزة الدولة ووضع أنفسهم وموظفيهم وكل الموارد اللي تحت ذمتهم لخدمة مشروع شخصي لا وجه لصاحبه فيه مع الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب. هذه تبقى الفصل 96. تقدمنا بمطلب نافذ للمعلومة إلى رئيسة الحكومة طالبين موافاتنا بقائمة الأشخاص اللي قاموا بطرح الأسئلة، من كلفهم، وطالبين نسخة من قرار تكليفهم وما هي المقاييس المعتمدة لتكليفهم بطرح هذه الأسئلة. وقدمنا أيضا مطلب نافذ للمعلومة إلى وزير التكنولوجيات والاتصال، وطلبنا منه نسخة من الاتفاقية اللي أبرمتها الوزارة مع مشغلي الشبكات نتاع الهواتف، هذه الشبكات العمومية، ومع المركز الوطني للإعلام اللي هو مؤسسة عمومية وبش يتم استغلاله في هذه الاستشارة. نحب نتحصلوا على هذه النسخة، خاصة وأنه قاعدين يبعثوا في رسائل
قصيرة على الهواتف نتاع الناس في انتهاك للمعطيات الشخصية دون إذن منا، ويبعثوا بالمساج والسنين اللي هو في حد ذاته مال وفي حد ذاته تجاوز لأبجديات المعطيات الشخصية. أيضا اكتشفنا أن الخدمة الجديدة اللي تم إضافتها يوم 4 فيفري صلب البلاغ اللي خرجت وزارة تكنولوجيات الاتصال تمكن أي شخص أنه ياخذ بطاقة تعريف نتاع غيره وبنفس بطاقة الشحن وينجم يصوت في بلاصتهم، وهذا خطر ويعتبر تدليس. ورينا أنه الرقم ارتفع نتاع المشاركة من 4 فيفري ل 7 فيفري ارتفع بطريقة ملحوظة، ولات في ظرف 48 ساعة عشرات الآلاف اللي ما كانش هذا النسق نتاع المشاركة قبل هذا البلاغ. وريناكم يظهر لي فيديو فيه انه استعملنا 4 بطاقات تعريف بنفس بطاقة الشحن واصحابها مش هما اللي خدموا الخدمة اللي باش يصوت في بلاصتهم. عملنا عملية تجريبية تمت معاينتها بواسطة محضر عادل منفذ باش يتم كتابته توا يعني بعد نهاية هذه الندوة، وستودع شكاية في التدليس، لانه اصبح من الواضح انه المسألة مسألة تدليس ارادة شعب، ومسألة انه نحبوا يوصلوا الى إيهام من الرأي العام الوطني والدولي انه فما التفاف شعبي واسع بالملايين حول خيارات الحاكم بامره، خاصة وانه زرب وخرج لنا في اخر مجلس وزاري الارقام اللي هو يتمناها نتاع 81% مع السؤال الفلاني و92% مع السؤال الفلاني. وايضا توا حررنا عريضة لقضية استعجالية لايقاف اشغال الاستشارة اللي هي اليوم تقوم على التدليس وتقوم على استعمال المال العام وتقوم على مغالطة التونسيين واستغلال الوضع هذا نتاع وضع كل السلطات بين ايدي شخص واحد لقصته على الدوله وعلى اراده التوانسه. هذا قلناه وهذا توا باش نتبعوه، ونعاودوا نقولوا ان الرزنامه اللي ضبطها الحاكم بامره غير قابله للتحقيق، باعتبار انه اليوم باش يعمل الاستفتاء بقطع النظر على جاهزيه الهيئه والامور هذيك الكل، يعني تقنيا باش يعمل الاستفتاء بالقانون الحالي اللي يقول انه امر دعوة الناخبين تكون قبل بثلاثة شهر من التاريخ العملية الانتخابية، يعني هو يلزمه أوائل أفريل يصدر لنا أمر دعوة الناخبين للاستفتاء على حاجة مازالت مش موجودة، لأنه هو باش يعين موفى مارس لجنة باش يحطها وحده على مقاسه وباش يعطيها تخدم إلى موفى جوان، يعني سيدعونا لاستفتاء على حاجة ما نعرفوهاش غير جاهزة، ما عنديش الفرصة أصلا باش نقراوها باش يخدمها وحده. عملية افتكاك للدولة على مرأة ومسمع من التوانسة لن يسمح به الحزب الدستوري الحر. واليوم احنا باش نحطوا شرعية أي انتخابات تصير بناء على أي نص قانوني يستند على هذه الاستشارة أو الاستفتاء هذه المغلوطة، باش نحطوا الشرعية نتاع أي انتخابات في الميزان، ومازلنا باش نعليوا الصوت وباش نتحركوا في هذا الإطار إذا كان ما الناس ما تتلافاش هذا الوضع وتنهي هذه الفترة الاستثنائية بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.